بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي وصف لنا فيه الإمام الحجة الغزالي رحمه الله الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وسهل علينا هذا الطريق بنقاط محددة في معالم واضحة. وهذا الكتاب ألفه الشيخ بعد كتاب إحياء علوم الدين، ففيه خلاصة ما ينفع الناس أو عموم الناس مما كتبه الشيخ في إحياء علوم الدين، نفعنا الله به في الدنيا والآخرة، آمين. وصف الشيخ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وشبهه بالطريق الذي يقطعه المسافر، هذا الطريق الذي يجد فيه العقبات وقطاع الطريق والشواغل والقوادح التي من شأنها أن تجعله لا يصل إلى هدفه. فتحدث الشيخ عن عقبة العلم، تحدث عن عقبة التوبة، تحدث عن العوائق والتي هي أربعة: الدنيا والخلق والشيطان والنفس. وتحدث عن العوارض، وهي الأمور التي تعرض لقلب العبد فتشغله عن الله سبحانه وتعالى. تحدث في هذا عن الرزق والانشغال بالرزق، ومسألة التدبير لأمور الإنسان المعاشية كيف يتخطاها. تحدث عن عقبة البواعث، وهي الأمور التي تبعث على العمل. وضح الشيخ أن بواعث الأعمال ينبغي أن تكون خوف ورجاء مع الجمع بينهما على أحسن ما يكون. ثم تحدث عن القوادح، وهي الأمور التي تفسد العمل، وتحدث عن الرياء والعجب، وبين أصول الرياء والعجب. ثم في العقبة السابعة والأخيرة تحدث عن الحمد والشكر، وأنه ينبغي على العبد أن يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه من نعم، وبين لنا أصول الحمد وأصول الشكر وكيف نحسن التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن هذه النعم هي سبب للاستقامة وسبب للاستزادة أو لزيادة هذه النعم. الآن في هذا الفصل الأخير الشيخ بيلخص لنا ثمرات هذا السير. الآن بنفترض أنه في شخص سار في هذا الطريق فتخطى هذه العقبات، فالشيخ الآن يبين لنا ثمرات السير في هذا الطريق، فيتحدث عن ذكر المنح الدنيوية والأخروية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يلازم طاعته. ما هي ثمرات الطاعة، وما هي شؤم أو ما هو شؤم المعصية؟ يمكن إحنا لو قرأنا ثمرات الطاعة نعرف إن عكسها
هي كلها أمور من شؤم المعصية. واللي عايز يتعرف أكثر على شؤم المعاصي ممكن يرجع لكتاب جيد للقيم، كتاب الداء والدواء، تحدث في أوله حديث جميل عن شؤم ماذا تفعل المعصية، ما هو أثر المعصية على العبد، ماذا تفعل المعصية. المسألة مش مسألة فقط أنا عملت المعصية وخلاص، لا، المعصية لها أثر، يعني زي ما الطاعة لها أثر فالمعصية لها أثر. النفس تتغير، جيناتك تتغير بالطاعة والمعصية. فالآن شيخ الإسلام حجة الإسلام الغزالي هيتكلم عن المنح الدنيوية، ما الذي يعطيه الله في الدنيا وفي الآخرة لمن يلازم طاعته. فيقول: ثم اعلم ما هو التحقيق في هذا الباب، وهو أنه ليس هذا الطريق في طوله وقصره مثل المسافات المكانية التي تسلكها الأنفس فتقطعها بالأقدام فيقع قطعها على حسب قوة الأنفس وضعفها، وإنما هو طريق روحاني تسلكه القلوب. يعني الطريق إلى الله قلنا قبل كده هو طريق معنوي السير فيه بالقلب وليس طريقا ماديا السير فيه بالأرجل والسيارات وقطع المسافات، بحيث الذي يصل أسرع هو الأقوى أو اللي عنده سيارة أحسن مثلا، هو سير بالقلب تسلكه القلوب فتقطعه بالأفكار على حسب العقائد والبصائر. أصله نور سماوي ونظر إلهي يقع في قلب العبد، ينظر به نظرة فيرى بها أمر الدارين بالحقيقة. يبقى هذا الطريق يحتاج فيه العبد إلى أنه ينظر إلى حقيقة الدارين، ما الدنيا وما الآخرة، ما أنا ومن أنا. ده مهم جدا، الإجابة على هذه الأسئلة وتحديد الإجابة عنها والسير في الدنيا بوضوح في ضوء الإجابة على هذه الأسئلة أمر مهم للغاية، بحيث يسهل على الواحد السير. ثم هذا النور ربما يطلبه العبد 100 سنة فلا يجده ولا يرى أثرا منه، وذلك لخطئه في الطلب وتقصيره في الاجتهاد وجهله بطريق ذلك. طيب، إذن إحنا ينبغي أن إحنا نتعلم كيف نسير، يعني مش بس نسير الطريق فين، لا، وكيف نسير في الطريق ومنهج السير في الطريق. لأن الواحد ممكن يسير في الطريق على غير هدى، فيلاقي نفسه بدل ما هو عايز يروح اسكندرية لا ده ماشي في طريق أسوان. فهو السير إلى الله عز وجل كذلك، انت محتاج تعرف ما هو الطريق إلى الله، دي حاجة. تاني حاجة، كيف نسير في هذا الطريق. وأفضل من وصف لنا طرق السير في هذا الطريق ومنهج السير وعقبات السير ومقامات وأحوال السير هم الناس اللي ربنا سخرهم لخدمة هذا الدين في هذا الجانب، السادة الصوفية رضي الله عنهم. زي ما ربنا سخر في العقيدة ناس، سخر في الفقه ناس، سخر في الحديث ناس، في ناس ربنا سخرهم ليشرحوا لنا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يجده في 50، وآخر يجده في 20، وآخر في 10، وآخر في يوم، وآخر في ساعة، وآخر في بلحظة بعناية رب العالمين. إذن السير في طريق الله سبحانه وتعالى لا يعتمد على فقط جهدك، وإن كان الجهد والطلب والإلحاح في الطلب والصدق في العزيمة وملازمة الصالحين وكل هذا أمر مهم، لكن أيضا في حاجة مهمة جدا وهي العناية الإلهية. فأنت في الحقيقة محتاج تجتهد حتى تكون محلا للعناية الإلهية، يعني كأنك كده بتهيئ الأرض للزراعة بحيث لما المطرة تنزل تبقى الأرض مهيئة. إمتى بقى هتنزل المطرة ما تعرفش، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 10،
ممكن بكرة، ما نعرفش. انت كل اللي احنا بنعمله ده يا اخوانا ان احنا ايه، بنهيئ ارض قلوبنا لتصلح لتلقي رحمات الله سبحانه وتعالى. وهو تعالى ولي الهداية، لكن العبد مأمور بالاجتهاد فعليه بما أمر، والأمر مقسوم مقدور، والرب حكم عدل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يعني مش لازم عطاءات الله لعباده تبقى واحدة، لا، ممكن ربنا يعطي الواحد حاجة ويعطي الواحد تاني حاجة ويعطي الواحد تالت حاجة، أو يعطي الواحد حاجة ويعطي الواحد تاني نصها والتالت ربعها كده. فإن قلت فما أعظم هذا الخطر وأشد هذا الأمر، وما أكثر ما يحتاج إليه هذا العبد الضعيف، فكل هذا العمل والجهد وتحصيل هذه الشرائط لماذا؟ يعني إذا كان الموضوع كده، يعني إذا كان الموضوع كله بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي هيقسم وهو اللي يفعل ما يريد، لأن الناس خد بالك معايا خاصة في الواقع المادي اللي احنا بنحياه يسألوا عايزين ايه كتالوج، الناس عايزين كتالوج، اعمل كذا يحصل لي كذا، لما اقرا سورة الفاتحة 7 مرات يحصل لي كذا، ويبقى قاعد مستني كأنها عملية حسابية، كأنها عملية ايه حسابية، والأمر ليس كذلك. نعم هناك أسباب، هناك أعداد، هناك يعني أمور دلنا عليها الشرع، لكن هناك رحمات إلهية. يعني زي ما الشرع قال لنا الحسنة بعشر أمثالها، الشرع برضو قال لنا إيه، والله يضاعف لمن يشاء. فأنت ما تمشيش مع ربنا كده بالكتالوج، لا، امشي مع ربنا بقلبك وخلي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عطاء لا تتوقعه ولا تشعر من أين يأتيك، وخليك دايما كده مفتوح على عطاءات الله. مش لازم ربنا يديك زي ما ادى لحد غيرك، لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، هكذا قال. فأقول لعمري إنك لصادق في قولك إن الأمر شديد والخطر عظيم، ولذلك قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. وما روي أن المنادي ينادي من قبل السماء ليت الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. وكذلك يقول السلف رضي الله عنهم، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال وددت أني كنت خضراء تأكلني الدواب مخافة العذاب. خضراء يعني عشب أخضر يأكله الدواب خوفا من العذاب. طبعا هذا الكلام مش معناه أن الصديق متسخط على خلق الله له كإنسان مكلف، ولكن معناها شدة الخوف، أن الواحد يحب ما يبقاش ليه ولا عليه. لكن طبعا الصديق يشكر الله على أن خلقه إنسان، وعلى أن عرفه بالنبي، وعلى أن عرفه بالله، وعلى أن عرفه بالصلاة، لكن أحيانا بيغلب حال الخوف على الإنسان فبيتمنى إنه لم يخلق أصلا. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع إنسانا، طبعا ده مش معناه التسخط، وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع إنسانا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال ليتها تمت. ليتها تمت يعني يعني ليتها تمت، يعني وقفت الآية عند هنا عند هذا الحد، لأنه بعدها إيه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني يا ريت ربنا كان خلق الإنسان بس كده من غير ما يبتليه، من غير ما يكلفه، من غير ما يقول له صلاة، من غير ما يقول له صيام. ليتها تمت، ليت الآية تمت وقفت إلى هنا. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
وجدت أني كبش لأهلي، فيتفرق لحمي ويتحسى مرقي ولم أخلق. وعن وهب بن منبه قال: خلق ابن آدم أحمق، ولولا حمقه ما هنأه عيش. يعني كلنا نشترك في إيه؟ في الحمق. الحمق اللي هو شيء من الهبل والعبط يعني. لولا هذا الحمق الواحد فينا ما كانتش لا يعرف يأكل ولا يشرب. يعني لما واحد يتقال له أنت مخلوق، يتقال له أنت مخلوق وبعدين قدامك عمل أنت مش عارف هو لازم تعمله، وهذا العمل لازم تعمله باستمرار مع تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإلا لا يقبل، ولما هتعمله أنت مش عارف هو مقبول ولا مش مقبول، وبعد كده أنت إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ده اللي يتقال له كده ده ما ينامش. لكن سبحان الله كلنا عشان فينا حبة حمق فإحنا إيه؟ بنهنأ بالعيش. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إني لا أغبط ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، أليس هؤلاء يعاتبون يوم القيامة؟ إنما أغبط من لم يخلق. ليه؟ لأن الواحد مهما كان مقرب من الله سبحانه وتعالى فإنه سيقف بين يدي الله ويسأل ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فمهما كانت مكانة الواحد هيسأل. فهو الفضيل بن عياض مش عايز الوقفة دي، الوقفة دي صعبة عليه، لا يدري كيف تكون وما نتيجتها. فهو بيقول إنما أغبط أحسد مين؟ اللي مش هو في الوقفة دي، من لم يخلق. وعن عطاء السليمي رحمه الله أنه قال: لو أن نارا أوقدت فقيل من ألقى نفسه فيها صار لا شيء لخشيت أن أموت من الفرح قبل أن أصل إلى النار. فإذا هذه الكلمات كلها بتدور حول معنى واحد، هذه الكلمات كلها التي رويت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين بتدور جميعا حول معنى واحد، هو الخوف الشديد من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتمني ألا إن الواحد فيهم ميبقاش مكلف، تمني عدم التكليف، وتمني أن يظل الإنسان في العدم. وقلنا لحضراتكم إنه ليس معنى ذلك التسخط على إن الواحد اتخلق لي يا رب خلقتني، لا، هؤلاء الأفاضل لا يرد على قلوبهم هذا المعنى الكفري والعياذ بالله، وإنما المعنى هو غلبة حال من الخوف الشديد. قال: فالأمر إذن أيها الرجل شديد كما تقول، بل هو أشد وأعظم مما تظن وتتوهم، ولكنه أمر سبق في العلم القديم وتدبير أجراه العزيز العليم. يعني هو شديد لكنه خلاص إحنا تحطينا في موقف، يعني هو شديد أنت خلاص في موقف ربنا قدره فتعامل معاه بأقل الخسائر بقى. فلا حيلة للعبد إلا ببذل المجهود في العبودية والاعتصام بحبل الله والابتهال دائما إلى الله تعالى عسى أن يرحمه فيسلم بفضله. وأما قولك كل هذا لماذا؟ فهذا كلام يدل منك على غفلة عظيمة، بل الصواب أن تقول كل هذا في جنب ما يطلبه العبد الضعيف. ماذا؟ كل هذا في جنب ما يطلبه العبد الضعيف ماذا؟ يعني من أجل ماذا؟ أتدري ما يطلب العبد الضعيف؟ أقل ما يطلبه على الجملة شيئان، أحدهما السلامة في الدارين والثاني الملك في الدارين. طيب، إذن بعض الناس لما تسمع هذا الكلام ويتقال لها هذا الكلام تقول طب ليه الموضوع ده كله؟ يعني ليه في أصلا أمر، في نهي، ليه ربنا خلقنا ما كان من البداية؟
فقال لك هذا كلام يدل منك على غفلة عظيمة. الصواب انك تقول ايه؟ انه العبد لماذا يطلب كل هذا؟ من اجل ماذا؟ يعني ليه الواحد يجتهد؟ يعني بدل ما تقول ليه ربنا خلقنا وامرنا بطاعته، بدل ما تقول ليه ربنا خلقنا وامرنا بطاعته، ينبغي ان تقول لماذا نجتهد؟ فهو هنا يقول لك إن العبد يجتهد في الطاعة ويسلك هذا الطريق ويسير في هذا الدرب ذو العقبات والعوائق والقوادح والبواعث ونحو ذلك، طلبا لشيئين: السلامة في الدارين والملك في الدارين، أن يسلم ويملك. قال: أما السلامة فإن الدنيا وفتنتها وآفاتها وغوائلها بحيث لم يسلم منها الملائكة المقربون، فقد سمعت حديث هاروت وماروت. هاروت وماروت قصة معروفة مذكورة في كتب التفسير، و بعض المفسرين بيقولوا إنه هذه الملائكة، إن هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة، كانا ملكين من الملائكة، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بما قرأتموه في القصة، حتى روي أنه إذا عرج بروح العبد إلى السماء تقول ملائكة السماوات متعجبين: كيف نجا هذا من دار فسد فيها خيارنا. قصة هاروت وماروت يعني الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تحقيق، وفيها إسرائيليات كثيرة. ولعل الشيخ هنا بيشير إلى أنه زي ما بنقول كده القصة المروية أن هاروت وماروت كان ملكين، وهذان الملكان يعني قالوا كيف يعني يعصي البشر الله سبحانه وتعالى، ألا يعرفون الله؟ فربنا نزل هذين الملكين في الأرض ووضع فيهم الشهوات التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، فما كان من هذين الملكين إلا إنهم يعني إيه لما شافوا واحدة حلوة أو حاجة زي كده يعني فتنوا بها وأشياء من هذا القبيل. هذه الأمور تحتاج إلى تحقيق حديثي لأنه الكثير منها إسرائيليات. والصحيح في هذه القصة يمكن أن نقرأه في أمثال تفسير الإمام ابن كثير، لأنه بيقارن بين الروايات وبيصحح وبيضعف. والصحيح في هذه القصة إن هاروت وماروت كانا ملكين أنزلهم الله سبحانه وتعالى في الأرض ليعلموا الناس شيئا سيفتنون به، مش هم نفسهم اللي فتنوا. الفرق بين أن يكون الملائكة فتنوا، إن ربنا أخبرنا عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة لا خلاص خلق لا يعصي الله، وإنما ربنا جعل هذه الملائكة فتنة، بمعنى أن هؤلاء هذين الملكين ربنا سمح لهم يعلموا الناس علما من العلوم سيكون فتنة لمن يتعلمه. يعني هنعلمكم علم يا جماعة، عليكم أن تستخدموا هذا العلم في طاعة الله. فهذه هي فتنة هاروت وماروت والله أعلم. لكن يبدو أن حجة الإسلام هنا يشير إلى هذه الروايات الأخرى التي تحتاج كما قلت لحضراتكم إلى تحقيق. المعنى اللي الشيخ عايزه إيه؟ إيش معنى اللي الشيخ عايز يقوله إيه؟ المعنى اللي الشيخ عايز يقوله إنه الفتنة والتكليف في الدنيا صعب، وبالتالي محتاجين إزاء هذا الاختبار وهذه الفتنة إن إحنا يعني نخرج منها زي ما قلت بأقل الخسائر الممكنة. حتى روي أنه إذا عرج بروح العبد إلى السماء تقول ملائكة السماوات متعجبين: كيف نجا هذا من دار فسد فيها خيارنا، وإن الآخرة في أهوالها وشدائدها بحيث تصرخ فيها الأنبياء والرسل عليهم السلام: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى روي أنه لو كان الرجل عمل 70 نبيا لظن أنه لا ينجو. فين في الآخرة لما الناس تشوف أهوال يوم القيامة؟ كل الناس يظنوا أنهم يعني لن يكونوا من أهل النجاة. فلذلك كان الغرض من الاجتهاد في العمل الذي أمرنا به هو طلب السلامة،
إنك تسلم في الدنيا، فتخرج من الدنيا غير فاتن ولا مفتون، زي ما احنا كنا بنقول في الدعاء، اللهم أخرجنا منها غير فاتنين ولا مفتونين، وفي الآخرة إنك تنجو من هذه الأهوال التي يقول فيها الأنبياء نفسي نفسي، والتي يقول فيها الناس أو يظن فيها الناس أنهم جميعا هلك. فمن أراد أن يسلم من فتن هذه الدنيا فيخرج منها بالإسلام سالما لا تصيبه فتنة من أهوال هذه، فيدخل الجنة سالما لا تصيبه نكبة، أيكون ذلك أمرا هينا؟ لا، مش حاجة سهلة. يعني أنت الاجتهاد أو الثمرة اللي أنت هتحصلها محتاجة، أو يعني الاجتهاد ده يعني ثمن بخس، ثمن بسيط، حتى تحصل سلامة الدنيا وسلامة الآخرة. قال: وأما الملك والكرامة فإن الملك نفاذ التصرف والمشيئة، إن ذلك بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عز وجل وأصفيائه الراضين بقضائه. يبقى أنت في ملك، طبعا لما بنقول ملك هنا الناس تظن إن الواحد يبقى عنده حتة أرض ولا عنده محافظة ولا عنده بلد بيحكمها ولا حاجة. لا، الملك الحقيقي ليس كذلك. الملك الحقيقي ليس كذلك. الملك الحقيقي هو أن يعطي الله عز وجل العبد التصرف، إن العبد يعني ببساطة كده يدعو فيستجاب له، يدعو فيستجاب له. وهذا لا يكون إلا للأولياء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه كنت بصره، إلى آخر الأحاديث الدالة على أن كلمة الأولياء في هذه الدنيا نافذة نافذة. يبقى إذن فإن الملك نفاذ التصرف والمشيئة، وإن ذلك بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عز وجل وأصفيائه الراضين بقضائه. فالبر والبحر والأرض لهم قدم، والحجر والمدر لهم ذهب وفضة، والجن والإنس والبهائم والطيور لهم مسخرون، لا يشاءون شيئا إلا وهو كائن لهم، لأنهم لا يشاءون إلا ما شاء الله. إذن الأولياء مشيئتهم سبحان الله متحدة مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يشاءون إلا ما يشاء الله، وبالتالي مشيئتهم دائما نافذة. إنهم خلاص تأدبوا بأدب العبودية، صاروا يعرفون الخلق أو الخالق سبحانه وتعالى، فبالتالي تصرفاتهم في الكون نافذة، لأنهم لا يشاءون إلا ما شاء الله، وما شاء الله كائن، ولا يهابون أحدا من الخلق ويهابهم كل الخلق، ولا يخدمون أحدا إلا الله ويخدمهم كل من دون الله. دي أحوال الأولياء، إن هم يعني يعاملون الله في الناس، يعاملون الله في الناس، يعني الناس بيظنوا إن فلان بيعاملهم، هو في الحقيقة يعامل الله سبحانه وتعالى، زي ما ورد عن سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وزي ما ورد أيضا عن غيره من الصالحين، إنه قال: إني أخاطب الناس منذ 40 سنة، إني أخاطب الله منذ 40 سنة، والناس يظنون أني أخاطبهم. يعني هو مش شايف الناس أصلا، وفي قوله في فعله في حركاته في سكناته هو لا يعامل الناس، لا يرى الناس، وإنما يرى ربه سبحانه وتعالى. ولا يهابون أحدا من الخلق ويهابهم كل الخلق، ولا يخدمون أحدا إلا الله ويخدمهم كل من دون الله، وأن لملوك الدنيا بعشر معشار هذه الرتبة بل هم أقل وأذل. يعني ربما يكون حكام الدنيا دولت مسخرون، مسخرون لولي من أولياء الله. وأما ملك الآخرة فيقول الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الحقيقي بقى في الآخرة. ليه؟ لأن ملك الدنيا حتى وإن كان لولي أو لنبي فهو زائل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون نبيا عبدا مسكينا، ولم يختر أن يكون ملكا،
لما خير النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الملك مع عدم نقصان مرتبته في الآخرة، وإنما اختار أن يكون عبدا مسكنا. لماذا؟ لأن ملك الدنيا مهما كان فهو زائل، فلذلك الملك الحقيقي في الآخرة والنظر الحقيقي في الآخرة. قال: وأعظم بما يقول فيه رب العزة إنه ملك كبير، وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة، وأن بقاءها من أولها إلى آخرها لقليل، ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل، يعني الدنيا كلها قليلة. شوف أنت بقى يا عبد يا ضعيف، هتاخد إيه من القليل ده؟ الفتات. ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل. يعني أنت هتاخد قدر قليل من هذا القليل لتبقى قليلا. فالنقص شيمة الدنيا، صفة الدنيا، فلا تطلب فيها الكمال، وإن حصل له ذلك فيعذر بل يغبط. يعني حتى الواحد فينا إن حصل القليل، يعني إيه؟ إن حصل له هذا الشيء القليل، يعني إيه؟ يغبط، يعني الناس يقولوا يا سلام ده فلان عنده يعني. ولا يستكثر ما بذل فيه من المال والنفس، نحو ما ذكر عن امرئ القيس حيث يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. طيب إذن طالما أنت بتحاول وهتموت على الطريق، فلا بد أن تظل محاولا، فإما أن تصل أو تموت فتعذر. فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم؟ يعني إذا كان امرئ القيس يقول كده على ملك في الدنيا، فيبقى الواحد ما يعملش كده مع ملك في الآخرة وصفه الله بأنه كبير. أستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى، أو ينفق درهمين، أو يسهر ليلتين؟ كلا، بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر، كل عمر مثل عمر الدنيا وأكثر، فبذل ذلك كله في هذا المطلوب العزيز لكان ذلك قليلا، ولئن ظفر بعده بما طلب كان ذلك غنما عظيما وفضلا من الله الذي أعطاه كبيرا. فتنبه أيها المسكين من رقدة الغافلين. ثم إني تأملت ما يعطيه الله تعالى العبد إذا أطاعه ولزم خدمته وسلك هذه الطريق عمره، فوجدتها على الجملة 40 كرامة وخلعة، 20 منها في الدنيا و20 في العقبى. يعني بعد ما درسنا هذا الكتاب، وإحنا الكتاب ده داخلين فيه على سنتين هوت بنقرأ فيه مع حضراتكم أو مع المواظبين من حضراتكم، ما الثمرة التي سنحصلها من السير في هذا الطريق الصعب الذي وصفناه في هذا الكتاب؟ الشيخ بيقول من خلال استقراءه لنصوص القرآن والسنة، وجد إنه العبد يحصل 40 ثمرة، 40 فائدة، 20 في الدنيا و20 في الآخرة. قال: أما التي في الدنيا فالأولى أن يذكره الله سبحانه ويثني عليه، وأكرم بعبد يكون رب العالمين يمن عليه في ذكره وثنائه. طيب أنت كده أول حاجة في الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك، وذكر الله سبحانه وتعالى لك فضل عظيم. الواحد فينا لما اسمه بيطلع في الجرايد، ها، أو لما يذكر فلان العظيم من الناس، يقول لك يا سلام ده فلان نده اسمي، منطق اسمي على لسانه. فإحنا في الدنيا بنفرح كده، وإذا كان في واحد فينا بيحب حد فيحب إيه؟ يجري ذكره على لسانه،
الأم من كتر حبها في أولادها تقعد تقول لك وابني فلان عمل وبنتي فلانة عملت، ليه؟ لأنها فرحانة بيهم، فتحب تجري ذكر أولادها على لسانها. فأنت في الدنيا مما تحصله إذا لزمت باب المولى سبحانه وتعالى إنك تكون مذكور، يعني مش أنت بس اللي هتذكر الله، لا، والله أيضا سيذكرك. يعني إيه ربنا يذكرك؟ يعني ربنا يمن عليك، يعني ربنا يعطيك، يعني ربنا يوفقك، يعني ربنا يكون معاك، يعني ربنا يحيط بك من كل جانب، يعني ربنا يسددك، يعني كده. طيب، والثانية أن يشكره جل جلاله ويعظمه، ولو شكرك مخلوق ضعيف مثلك وعظمك لشرفت به، فكيف بإله الأولين والآخرين؟ الثمرة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى يشكرك، يعني يعلي قدرك سبحانه وتعالى. والثالثة أن يحبه، ولو أحبك رئيس محلة أو أمير بلدة لافتخرت بذلك وانتفعت به في مواطن عزيزة، فكيف بمحبة رب العالمين؟ والرابعة أن يكون له وكيلا يدبر أموره، الله عز وجل يكون هو المدبر له. لذلك يا أخوانا بنقول لكم دايما 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 قولوا يا رب دبر لنا أمورنا، نحن لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. وخلوا ربنا هو اللي يخطط لكم حياتكم، ما تخططوش انتوا في حاجة خالص، خدوا بالأسباب، نعم كده على خفيف، مع نفس مع قلب مطمئن من غير توتر من غير قلق، وسيبوا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يمشيها لكم. الخامسة أن يكون له برزقه كفيلا يوجهه إلى حال إليه من حال إلى حال من غير تعب أو وبال. هتبص تلاقي رزقك بيجيلك من غير ما تبقى شايل الهم، وجايلك الضغط وجايلك السكر. هتسعى، مش معنى كأنك هتقعد يترمي في حجر الجنيهات دهب، لا، لكن معناها ان ربنا هيسخر لك، هيسخر لك الخلق، هيسخر لك الناس، هيسخر لك عمل بحيث ما تهلكش ابدا. السادسة ان يكون له نصيرا يكفيه كل عدو ويدفع عنه كل قاصد بسوء. السابعة أن يكون له أنيسا لا يستوحش بحال ولا يخاف التغيير والاستبدال. يكون ربنا سبحانه وتعالى هو جليسك، أنيسك، حبيبك، لا يغيب عن بالك، لأنك دائم الذكر له وأنت لا تنساه، فهو أيضا لا ينساك سبحانه وتعالى. فأنت في أنس، في راحة، في سكينة مع الله سبحانه وتعالى، ودي جنة لوحدها، يعني دي لوحدها كده جنة جنة. الواحد فينا يا جماعة لما بيحب حد في الدنيا بيقعد يا سلام، يقعد كده يفتكره ويفكر فيه. واحنا ياما شفنا بقى حضراتكم كلنا الحمد لله تربية الأفلام والمسلسلات، وأنا منكم يعني، فكلنا شفنا إزاي بيصوروا الحالة دي في الأفلام والمسلسلات والأغاني، إن الواحد كده يقعد يا سلام يفكر في حبيبه أو حبيبته. فمجرد كده إنك تكون ليه بتعمل الحالة دي؟ لأنك بتأنس، تشعر بأنس لما بتستدعي في ذاكرتك الشخص اللي انت بتحبه حتى ولو في الخيال. فما بالك أن يكون أنيسك هو الله سبحانه وتعالى الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. والثامنة عز النفس، فلا يلحقه ذل خدمة الدنيا وأهلها، بل لا يرضى أن تخدمه ملوك الدنيا وجبابرتها. المؤمن عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاللي يطيع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يخلي الناس تخدمه، بل ربما تخدمه الملوك والجبابرة، ربنا يسخر له الملوك والجبابرة، ويبقى هو اللي مش عايز حد يخدمه، والناس هي اللي بتخدم. لذلك احنا بنقول واحنا بنشرح، لو حضراتكم تفتكروا اللي حضر منكم معانا مجلس الشفاء
بتعريف حقوق المصطفى، قلنا إنه من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيسيب الناس تكرمه. يعني حد هيدي للنبي هدية، ما يقولوش لا ما تجيبليش هدية أنا لا أقبل الهدية. في عزة وكل حاجة، في عزة نفس، لكن ما فيش صلافة ولا جلافة. في فرق بين عزة النفس إنك تكون جلف في التعامل مع الناس، يعني دع الناس يكرموك إذا أحبوا إكرامك. حد عايز يجيب لك هدية يقول له شكرا، حتى ولو كانت حاجة بسيطة يقبلها. حد أنت ماشي، حد عايز يوصلك، ماشي حاضر أركب معاك مفيش مشكلة، مع إنه ممكن تكون العربية بتاعته لا مكيفة ولا فيها حاجة ومتعبة وممكن تنزل منها تستفرغ، وانت الحمد لله ربنا موسع عليك وهتاخد تاكسي مكيف احسن منه 100 مره، ولا هتجيب عربيه ولا حاجه ولا بتاع، لكن دعي الناس يكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يركب الدابه ويركب خلفه صلى الله عليه وسلم، او كان يركب خلف الصحابه. فهو الواحد يكون عزيز النفس والخلق يخدمونه، ومن كرم اخلاقه انه يدع الخلق يخدمونه ولا يرى الله ولا يرى الخدمة إلا من الله والإكرام إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا هو ينسب الفعل إلى الله عز وجل. قال: والتاسعة رفع الهمة فيترفع عن التلطخ بأقدار الدنيا وأهلها ولا يلتفت إلى زخارفها وملاهيها. ترفع الرجال الألباء، ترفع الرجال الألباء عن ملاعب الصبيان والنسوان، يعني الراجل الحكيم القائد المغوار ما تلاقيهوش قاعد بيرغي مع العيال الصغيرين ولا مع الستات على المصطبة. ليه؟ لأن عنده أمور عظيمة بيعملها. فهو الشخص المشغول بالطاعة يترفع عن سفاسف الأمور، ما يهريش كتير. إذا لقيته يا إخواننا الرجل أو المرأة كلام كتير وهري كتير من غير عمل، اعرفوا انه في عنده مشكلة، في غفلة شديدة. لانه فعلا لو انشغل بالطاعة، لو انشغل بالله لشغله الله به، لكن احنا طالما عمالين نهري كده يبقى في عندنا مشكلة. ايه؟ رفع الهمة. دي ثمرة من ثمرات الطاعة في الدنيا، ان ربنا ياخدك من التلطخ بأقدار الدنيا، الحاجات اللي الناس عمالين يخوضوا فيها ويتكلموا فيها، يعني إيه أنت لا تهتم بها كثيرا. والعاشرة غنى القلب فيكون أغنى من كل غني في الدنيا. يعني هو ممكن يكون أفقر الناس من حيث الظاهر، يعني في الظاهر ما عندوش مثلا فيلا، ما عندوش عربية، ما عندوش مثلا راتب ضخم بياخده، ما عندوش مش عارف إيه كده، لكنه في قلبه لا يشعر بفقر، يشعر إن الدنيا دي كلها في كف إيديه، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء دون أن يمنعه من عليه، لأنه يتحرك بالله، يتحرك بالله سبحانه وتعالى. فهو غني، لا يزال طيب النفس فسيح الصدر، لا يفزعه حدث ولا يهمه عدم. ما بيتخضش. هو إن الإنسان خلق هلوعا، تبص تلاقي الناس كده بتخض بسرعة لما يتقال له والله أنت اترفدت من شغلك، وسط يا عيني مخضوض وزعلان مش عارف ايه. لما يتقال له انت والله حصل لك كذا، جالك مرض كذا، مش عارف كذا، وسط الواحد ايه يا اخوانا؟ مش كده. يبقى اذا لا يفزعه حدث، الامور كلها بتنزل على قلبه برضه سلام. طبعا الحاجات دي كلها يا اخوانا تقبل التفاوت، يعني في واحد تنزل امور على قلب برضه سلام بنسبه 100%، بنسبه 90%، بنسبه 80%، بنسبه 70، بنسبه 50، بنسبه 40، هكذا بحسب الايه؟ قوه الاقبال على الله وبحسب الطاعه والمعصيه. وال11 نور القلب فيهتدي بنور قلبه الى علوم واسرار وحكم
لا يهتدي إلى بعضها غيره إلا بجهد جهيد وعمر مديد. الطاعة بتورث العلم. تقرأ حضرتك القرآن، تقرأ حضرتك السنة، تفهم من القرآن والسنة أمور لا يحصلها غيرك إلا بجهد جهيد وعمر مديد. الشيخ يبقى بيتكلم وحضرتك أيوة الكلام ده أنا كأني سمعته قبل كده، أيوة الكلام ده جميل أنا بحبه. ليه؟ لأنه الكلام ده كأنه مر على قلبك قبل ذلك. فده اللي بنسميه نور القلب. نور القلب الكلام على طول بيرشق، خش مكانه، مكانه مهيأ الحمد لله. الثانية عشرة: شرح الصدر فلا يضيق ذرعا بشيء من محن الدنيا ومصائبها ومؤن الناس ومكايدهم. يعني هو الحمد لله صدره دائما مستريح، بس تلاقيه يقابل محن الدنيا ومصائبها بابتسامة أو بقلة اكتراث أو بعدم مبالاة. وقلة اكتراث وعدم مبالاة مش كبر، مش استخفاف، مش حمق، لا. ليه؟ لأنه عارف أنه الأمور بيد الله يصرفها كيف يشاء، وأنه ما يقدره الله خير. وبالتالي هو عارف أنه حتى وإن تغيرت الأمور وأتت المحن والمصائب، وحتى إن كاد لي الناس وعاداني الناس جميعا، فهذا فيه خير. فإذا هتلاقيه الواحد إيه؟ لا يضيق صدره. الإيمان زي ما قلنا حضراتكم قبل ذلك قرين الطمأنينة والسكينة والراحة. المعصية والفسق والكفر قرينة الغضب والحقد والحسد والقلق والاضطراب. حضرتك عايز تبقى كده ريلاكس بدل ما تروح تلعب لي يوجا ولا تقعد تسمع لي موسيقى ولا الكلام ده كله، لا، إلزم الطاعة، إلزم الطاعة. البيوت اللي الناس فيها عمالة أصواتهم جاي بآخر الشارع وعمالين يتخانقوا مع بعض ومش طايقين بعض، لا الراجل طايق مراته ولا العيال طايقين أمهم ولا أبوهم، وخناقات وزعيق، وواحد يدخل البيت صدره مقبوض، و و و نقول لهم يا إخوانا إلزموا الطاعة. فبصوا ليكم كلكم كده هديتوا، كأنكم كلكم خدتوا حقنة مهدئة، وبقيتوا تحبوا بعض، وبقيتوا يعني سلام يتسعوا بعض وكده. والثالثة عشرة: المهابة والموقع في النفوس. يحترمه الأخيار والأشرار، ويهابه كل فرعون وجبار. المهابة أيضا من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على أهل طاعته، إن الواحد يبقى ينظر إليه على أنه شيء كبير، بينما هو في الحقيقة إنسان أقل من عادي أو أقل من العادي، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلق ينظرون إليه هكذا. فالناس بيحترموا، الأخيار بيحترموا لأنه شبههم، والأشرار ربنا سبحانه وتعالى صرفهم عنه، فهم إيه؟ بيسكتوا عنه على الأقل. ده من ثمرات الإيه؟ من ثمرات الاستقامة والطاعة في الدنيا، إنك ما تبقاش هفية. يعني الناس اللي هي ممكن تشتكي من إنه شخصيته ضعيفة ومهزوزة، وفي شخصيات كده، في ناس كده، أو يحس إنه هو الناس مش عامل له اعتبار أو مش عارف كذا، في الحاجات دي بتؤلم، الحاجات دي مؤلمة للرجال والنساء، إن الواحد يحس كده إنه هو في وسط أصحابه أقل واحد مثلا. طب إيه الموضوع؟ كيف أصلح هذا؟ في ناس بتصلح الموضوع ده وبنيها تقعد تحقد وتقعد تقوم الناس على بعضها عشان تشعر بأهميتها. لا، الطريق غير كده خالص. الطريق انك تصلح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ربنا يرفع قدرك. والرابعة عشرة: المحبة في القلوب. يجعل له الرحمن ودا، فترى القلوب كلها مجبولة على حبه، والنفوس كلها بأجمعها مطبوعة على تعظيمه وإكرامه. طيب إذن ده نص القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الناس تحبه،
والمحبة دي باب من أبواب الرزق. يعني المحبة دي لوحدها نعمة عظيمة جدا. هتبص تلاقي الناس اللي بتحبك عايزة تخدمك، الناس اللي بتحبك عايزة تفتح، ممكن تفتح لك عن طريقها أبواب رزق، يكلموا لك حد، يشوفوا لك شغلانة هنا، يساعدوك في حاجة، يعملوا لك كده. سبحان الله سبحان الله، القلوب بإيد ربنا سبحانه وتعالى. والخامسة عشرة البركة العامة في كل شيء، في من كلام أو نفس أو فعل أو ثوب أو مكان، حتى يتبرك بتراب وطئه، وبمكان جلس فيه يوما، وبإنسان صحبه أو رآه حينا. يا سلام يا سلام، يبقى شخص كده لما بيتحط في مكان، المكان يبقى جميل فيه بركة، لما يقول كلمة كلمته غير كل الكلام، لما يتنفس نفس نفسه غير كل الأنفاس، لما يفعل فعل فعله غير كل الأفعال، فيه بركة، حاجة كده منورة. لما يلبس ثوب، الثوب يتجمل بيه، وبص تلاقي ثيابه لا تبلى، ومكانه مهما كان المكان، المكان اللي هو فيه تبص تلاقي فيه روح حلوة. ومن كتر إحساس الناس بهذا الاختلاف في أشيائه، في كلامه، في كذا، تبص تلاقي الناس تبدأ تتبرك بيه. يعني تقول لك أيوة فلان ده الصراحة ده كان هنا في يوم من الأيام، تعال روح المكان اللي هو كان بيقعد فيه ده، نفتكره وندعي ربنا هناك إن ربنا يرزقنا بركاته. أو يقول لك أيوة إنسان ده كان صاحبه في يوم من الأيام، قعد معاه، تعالى كده ما نقعد معاه يحكي لنا عنه شوية، أو نقعد معاه وخلاص نشوف كده أثر هذا الشخص فيه عامل إزاي. والسادسة عشرة تسخير الأرض من البر والبحر، حتى إن شاء سار في الهواء أو مشى على الماء أو قطع وجه الأرض بأقل من ساعة. دي طبعا في المراحل بقى المتقدمة، الكرامات التي يكرم الله بها أهل طاعته. والسابعة عشرة تسخير الحيوان من السباع والوحوش والهوام وغيرها، فتجيبه الوحوش وتبصبص له الأسود. يعني الأسود تبقى الأسد زي القطة معاه، يقعد كده يحرك له ديله ويحرك له ودانه وحاجات زي كده. يعني إيه؟ في تسخير تام حتى من الحيوانات التي المؤذية بطبعها. ودي طبعا زي ما قلنا في المقامات العالية من طاعة الله سبحانه وتعالى، مسألة الكرامات هذه. والثامنة عشرة ملك مفاتيح الأرض، فحيثما يضرب بيده فله كنز إن أراد، وحيثما يضرب برجله فله عين ماء إن احتاج، وأينما نزل فله مائدة تحضره إن قصد. يعني خلاص كل حاجة في الدنيا شبه كل حاجة، يعني التراب ممكن يبقى تفاح في إيديه وهكذا. والتاسعة عشرة القيادة والوجاهة على باب رب العزة جل جلاله، فيبتغي الخلق الوسيلة إلى الله بخدمته. يعني يصير هو باب الله تعالى، فالناس تتوسل بيه، تقول له ادعي لنا، الناس عايزين يتقربوا من ربنا يروحوا يخدموه هو. وتستنجح الحاجات من الله تعالى بوجاهته وبركته. والعشرون إجابة الدعوة من الله، فلا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، ولا يشفع لأحد إلا شفع، ولو أقسم على الله تعالى لأبره بما شاء. والكلام ده يا أخوانا كل ما ذكره سيدنا الشيخ الغزالي هنا في أحاديث أو مستنبط من أحاديث، يعني فيش كلمة هنا الشيخ مألفها من عنده. اعرفوا حضراتكم كده إن مشايخنا الكبار لا سيما حجة الإسلام رضي الله عنه وأمثاله وأضرابه وإخوانه من مشايخنا رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بأنفاسهم في الدنيا والآخرة، هؤلاء الناس كلامهم هو عصارة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو أقسم على الله تعالى لأبره ما شاء، حتى إن منهم من لو أشار إلى جبل لزال عن مكانه. فلا يحتاج إلى السؤال باللسان. الناس اللي زي دولت لما بيصلوا في الإكرام من الله عز وجل لدرجة إنه ما يخطر بباله يحصل، إنهم خلاص صاروا يتحدثون يتكلمون يتحركون بالله، كما في الحديث: كنت سمعه كنت بصره كنت يده. والله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكذلك هؤلاء العباد لو خطر ببالهم شيء يكون، ولو خطر بباله شيء لحضر، فلا يحتاج إلى الإشارة باليد. فهذه كرامات في الدنيا. الشيخ يعني أعطانا 20 كرامة، 20 إكرام، 20 فائدة، 20 ثمرة من ثمرات الطاعة ولزوم خدمة باب المولى سبحانه وتعالى في الدنيا. فخلاص نبدأ المرة القادمة بثمرات الطاعة في الآخرة إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي بحضراتكم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.